يلا انا رايح، تصبح على خير. انت من اهله. بعد اذنك، الي زمان هون، حابب اعرف امتى رح تفرجوا عني. انت الليله رح تبقى باستضافتنا، بكره عالنيابه العامه. ليش انا؟ شو لي شغل بالنيابه؟ ما بتعرف الحارس اللي ضربته حضرتك بالمستشفى اشتكى عليك. يا سيدي انا عندي شغله مهمه كثير، عم تفهم علي؟ ما انتوا فرجوا عني هلا وانا الصبح بروح على النيابه لحالي. بالله شو هذا الحكي، بكره بتحكيه بالنيابه. إذا تعبانه قومي لأخذك على الدكتور بنتي. لا بابا، هلا بنسقيها شوربة وبتصير أحسن، ولا يهمك. عليها حرارة، الصبح كانت منيحة. كلي بنتي، أنت ما بصير تضلي بلا أكل. يا قلبي، ليكو على هالوش الحلو شلون صاير؟ شوف عيونها مثل الدم. العيون بيحمروا عادة يا من الحرارة يا أما من البكاء. لا حبيبتي، مو من البكاء، هاي بداية رشح. ايه مزبوط، سطحي بالغرفة شوي اذا بدك. ما رح ترتاح مسعودة، لو عرفان انها مريضة ما كنا اجينا، كانت ارتاحت بالبيت. معك حق، ينال لو هون كان اكيد وصلكن، عنده شغل على التاكسي. مو مشكلة بنتي، الله يرزقه، بس انتي ما تعزينا لانه ما رح نكمل اكل، لازم اخدها على الدكتور. يلا رح تاخدوها لعند الدكتور عمر؟ بس عمر مو طبيب داخلي يا ميرا. عمر طبيب تجميل مو؟ جد؟ ما كنت بعرف هالمعلومة. عرفتي؟ يلا بابا، ليش ما بتضلوا بتكملوا العشاء؟ أنا رح أقوم أعطي حبة لجوري وإن شاء الله بترتاح عليها. يلا حبيبتي أنا جاي معكم. شفتوا موقعها؟ ما قدرت اتمالك اعصابي قدام الواطية هي. والله بتعرف عملت لمحلى الموضوع. لك ليش لا تعمل هيك؟ وشو بيعرفك اصلا انها شافت الخبر؟ بجوز البنت بريئة. لا تحطيها بزمتك، ما بيصير. هي مالا بريئة ولا شيء اختي، والله جاي على بالي حتى انزل فيي قتل. يلا جوري اهدي، خليكي طبيعية، ما شفتي كيف ابوكي تضايق عليكي؟ جوري مشان الله اهدي يا اختي، خليتينا نتوتر كلنا معك. ليكي بابا ما بيعرف شي، بس اذا بقيتي هيك اكيد رح يشك. انا ما عملت شي غلط، ليش ما عم تفهمي؟ ايه طبعا ما عملتي شي غلط، بس انا شو من شاني؟ شو بدي اقول لبابا؟ بدك اقول له انه جوري ما لا اي ذنب، وانا كنت عم كذب عليك لحتى اطلع مع حبيبي. يولا ولك المسكتي. جوري بترجاكي لا تروحيني إلي كمان. اسمعي، انتي شفتي بهدلتي قدامه، عمر بيك من جهة وداني من جهة، وإذا بابا دري أكيد بيموتني جوري، وإذا انتي ما خبرتي ما رح يعرف. بعدين قلي لي هو في مكان يروح له غير القهوة؟ اسمعي، اليوم اللي شاف الجريدة قراها ومشي الحال. جوري يا عيوني كرمالي، بابا ما رح يعرف شي، تمام؟ كل اللي أنا طالبته إنك تهدي، تمام؟ إن شاء الله ما بصير شي، بس روقي أعصابك. اتفقنا حبيبتي؟ ها؟ مرحبا يا معلم. أهلين. بدي تفرش حبيبي. تفضل. الله معكم بابا، اليوم خليها تنام وترتاح، بكرة إذا ما تحسنت بناخدها على الدكتور. إن شاء الله، بكرة بنشوف يا بنتي، يلا. مع السلامة.
ما على قلبك شر. شو هالصدفة الحلوة هي؟ انورت الحارة بخطيبة ابني. شو جابوا لهاد هلا؟ طاقة لا ترد، هاد مجنون. ايه كمان ما عدتوا رديتوا السلام وشايفين حالكم؟ شو صار لكم؟ ماشيين بهالطرقات ولا كأنه صار شي معكم يا أكابر؟ ليش عم تحكي هيك رجب؟ لأنه كل شي كنت عم بقوله عم يتحقق هلا يا صالح أفندي. حكيت كتير بس ما حدا رد علي، بس كل الحق على ابني اللي ما في ذرة مخ. من أول ما خطب لبنتك جوري قلت له كلمة والظاهر ما فهمها. بنته لعمك صالح راكدة وراء أهل العز والجاه ونحن مو من مقامها ولا شايفتنا. بعرف هدي. بابا خلينا نروح يلا. شو عم تخرف أنت؟ بابا لا ترد على كلامه. إيه يلا خلينا نمشي بيكون أحسن. خليت البنت تتركه لقبلنا بس لأنه فقير ورحت وفقت له على شاب محرز ومعه مصاري. بنتك بتعرف تحسبها صح، كل شيء قلته من الأول طلع معي حق فيه. لك شو عم تحكي فهمني. شوف في عينك، شوف في عينك عن شو عم أحكي. انتو اخترتوا تمشوا ورا الزناجيل ونسيتوا اصلكم. يا خساره ما راحت غير على ابني الدرويش. هلا شو رايك بحركات بنتك المربي؟ عالبيت بابا، عالبيت. حركي. قولي شو صاير؟ جوري بابا. بابا القصة مالها مثل مو انت مفكر. ولا كلمة. ليش كنتوا سوا؟ يا الله احكي لي شو كنتي عم تعملي مع هذاك الرجال بنص الليل بالنادي؟ بدك تفضحينا قدام الناس يا وطية؟ بدي اعرف الحقيقة. قولي قولي. بابا انا بعرف الحقيقة بس روق. عم اسمعك. انا رح احكي لك. جوري راحت على النادي كرمال توليب خانو. نسيت جزدانة هون توليب خانو، ولهيك جوري اخذت لها اياه. بس المصورين كانوا واقفين وصوروها. مظبوط اللي قالته؟ ايه بابا مظبوط كلامي، بس ما كان بدها تعصبك. واختي راحت مشان ما تكسر كلمتها لتوليب خانم. وهداك الزلمه ليش كان ماسك ايدك هيك قدام العالم؟ هو رفيقه للست توليب بابا، كانوا هنيك سوا. معناها انتو التنتين كذبتوا علي؟ انتو انها كانت بغرفة جهاد بيك صح سيلين؟ لكان توليب هي السبب. شو ما كان السبب؟ لك شلون بدي ارفع راسي بعد هلأ؟ كيف بدي اتطلع بعيون الناس؟ يعني ليش عم تتزوروني؟ ما فيكم مخ أبداً؟
كيف كنت بدي اقول لبابا الحقيقة؟ لك كان كثير حتكذبيني قدام بابا؟ انت اصل المشكلة، طلعنا نحن الكذابين مع ذاك يلا. زوري